السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفين فيه. معكم شريف من قناتكم فهد توتوريال. لو أنت أول مرة تشوفنا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بك معنا في أسرة الفهد توتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الإعدادات اللي جاية في كيوبيز، لو غيرناها هتسهل لنا عملنا شوية. حد يقول لي هو البرنامج مدينا إعدادات تأخرنا؟ أقول له هو الديفولت بتاعه في بعض حاجات لو غيرناها هتبتدي ان هي تسهل لنا الشغل بتاعنا. اول حاجة تعالوا نروح من الاديت، نروح للبريفرنسز، وهنا هنيجي في الجزء بتاع البريفرنس بريسيتس، وانا هغير دي كيو بيز ديفولت 14 بحيث ان احنا نكون موجودين بالحقيقة في السيتنج اللي جاية مع الكيو بيز، لان طبعا انا عامل اعدادات خاصة بي انا وحافظها. نرجع تاني عن بريسيتس. اول حاجة هنروح لها في الاديتنج، لو نزلنا تحت هنا شوية هنلاقي Use Up and Down Navigation Comments for Selecting Track Only. ده الديفولت بتاعه ان احنا مش متسلك عليه. تعال نسلك على الايفنت ده ونيجي هنا عند التراك ده ونسلك عليه ونتحرك في الاسهم. بص ايه اللي بيحصل، بصيت لقيت ان هو نطلي كل التراكات دي، وعشان يمشي الايفنت مع التراك فنطلي كل التراكات دي. طيب انا واحد من الناس بحب اشتغل بالاسهم، ده كده هيعطلني. هنا حتى مش عايز ينزل على التراك اللي تحت. بص كده اعمل ايه، اروح جاي عند ريفرنسز واجي عند يوز اب اند داون نافيجيشن كومنت واسلك عليها ابلاي اوكي. في اللحظه دي هو ملوش علاقه بالايفنت اللي موجود عندي في البرنامج. ده أول إعداد. الإعداد الثاني من الإيديتنج برضو نروح للأوديو، إمبورت أوديو. تعال نشوف الإمبورت أوديو إيه اللي موجود فيه. هاجي مثلا هنا لما أجي أروح أعمل إمبورت لأي ملف أوديو في البروجكت بتاعنا هتطلع لي الرسالة دي. طيب الرسالة دي بتقول لي إيه؟ بتقول لي أعمل كوبي للفايل في البروجكت، أغير السامبل ريت، أعمل البيت ديب. هنقول كنسل ونيجي نروح هنا في الايديتنج اوديو. لو جينا عن اون امبورتد اوديو فايل فتحنا دي كده ونقولنا له يو سيتنج كوبي اول فايلز تو بروجكت فولدر، وسلكنا كمان على كونفرت تو بروجكت سيتنج اند كوبي تو بروجكت فولدر اف نيديد، وقلنا له ابلاي اوكي. لما اجي اعمل امبورت تاني اوريدي الفايل جه من غير ما يطلع لي الرساله اللي موجوده عندي. ايه كمان عايزين نغيره في السيتنج بتاعتنا من الايديتنج؟ لو رحنا عند بروجكت عند ميكس كونسول وبصينا على انيبل ريكورد اون سيليكتد ميدي تراك وانيبل ريكورد اون سيليكتد اوديو تراك، ده الديفولت بتاعها. تعالوا نقف هنا، انا دلوقتي عندي تراك اوديو وهبتدي ان انا اسجل. دلوقتي انا بجرب التسجيل على التراك بتاعي، انا واقف على التراك ده. لو جيت غيرت في التراك اللي انا واقف عليه ابتدى التسجيل يحصل في التراك التاني. طيب ايه بقى اللفة السودة دي؟ طيب انا دلوقتي لو جيت دوست بالغلط هيبتدي يعمل لي كده. تعال نوقف الكلام ده ونمسح دول خالص، هيعمل لي نوع من اللخبطة في أثناء التسجيل بتاعي. لو أنا جيت شلت السيلكت من على الانيبل ريكورد في الميديا أو الأوديو نقله أبلاي أوكي. لو جيت هنا عند تراك الأوديو بتاعي وابتديت إن أنا أسجل، أهو فعلا يسجل لي على تراك الأوديو بتاعي. أجي بقى أطلع على أي تراك تاني ما عنديش أي مشكلة، التسجيل موجود على نفس التراك اللي أنا فيه. الحقيقة لما غيرت الأوبشن ده سهل عليا جدا الشغل بتاعي. ايه كمان؟ تعال نروح نشوف الميديا بي، ندوس اف 5 هيطلع لنا الميديا بي. خلي بالكم من الرقم هنا، الرقم هنا 10,000. حضرتك لو منزل كل المكتبات بتاعت الكيوبيز ومنزل الهيليون ومنزل كل حاجة موجودة هتلاقي ان الرقم ده بيعدي 10,000، فبالتالي احنا مش ظاهر لنا كل حاجة عندنا. طيب نعدل ده ازاي؟ هنيجي نروح عند الايديت برضو بريفرنسز ونيجي هنا في الميديا بي. الرقم هنا 10,000،
طيب تعالوا نخلي الرقم ده مثلا 50,000، نقول له apply. اوكي نرجع تاني نفتح الميديا باي، بص الرقم كام بقى، 47,779. يعني كان عندي 37,000 اوديو مش موجود عندي بسبب ان الرقم ده كان 10,000 وبس. تمام، ايه تاني عايزين نغيره؟ نيجي هنا في الايفنت ديسبلاي، نروح للاوديو، نبص على ايفنت فوليوم كيرف اند فيز. الديفولت بتاعي ان شو ايفنت فوليوم كيرف موجود اون ماوس اوفر. يعني ايه الكلام ده؟ مين مننا ما بيعملش اوتوميشن وهو شغال لاي تراك عنده؟ تعال نبص للاوتوميشن. انا عامل هنا اوتوميشن في الدرمز، الاوتوميشن ما ظهرش غير لما جبت الماوس عليه، يبقى بالتالي لو انا جيت بالماوس هيظهر لي الاوتوميشن اللي انا عامله، ما لمستش الايفنت بالماوس مش هيظهر. فهروح جاي هنا في الايديت من ايفنت ديسبلاي اوديو، هخليه هنا ايفنت فوليوم كيرفز اند فيد، هخليه هنا اولويز، وكمان الشو فيدز اولويز، يعني نخلي الثلاثه اولويز ونقول له ابلاي. اوكي بالتالي بقى ظاهر لي اي اوتوميشن انا عامله داخل البروجكت بتاعي. تعال بعد كده نروح للاوتو سيف. انا دلوقتي شغال، لاي ظرف حصل مشكله لا سمح الله في الجهاز بتاعي، الكهرباء قطعت، بالتالي الشغل اللي انا عملته ممكن يروح على. تعال نشوف البرنامج مخلي يحصل اوتو سيف كل قد ايه. هنيجي هنا من الجنرال عند الاوتو سيف، البرنامج بيقول لي كل 15 دقيقه هو بيعمل فايل بيسيفه لي عندي في الاوتو سيف. انا شايف ان 15 دقيقه دي كتير، تعال نخليها مثلا 5 دقائق، بحيث ان لو حصل مشكله ما يحصل ليش انا ازمه، يبقى الشغل بتاعي متسيف عندي. في كمان حاجه، او الحقيقه اخر حاجتين معانا في حلقه النهارده من الايديتنج. لو جينا بصينا في التولز، شو تول بوكس اون رايت كليك، ادي ايفنت اهو، لما بدوس رايت كليك بيطلع لي التولز اللي موجودة دي، واقدر اخد اي حاجة انا محتاجها منها. طيب دلوقتي انا عايز اغير الشكل ده، هسهل على نفسي حاجات كتيرة. لو رحت هنا وشلت السيليكت ده وقلت له ابلاي، اوكي لما اجي اعمل رايت كليك بيطلع لي القايمة اللي اقدر يبقى عندي مور كنترول اكتر على الايفنت بتاعي، واقدر اتحكم فيه بشكل اكتر من انه يطلع لي البار اللي فوق ده. البار اللي فوق ده انا اقدر استخدمه عن طريق الارقام من 1 لغاية 9 اللي موجودة فوق في الكيبورد عندي. اخر حاجة معانا في حلقة النهاردة، لو غيرناها هتسهل علينا طريقة شغلنا من نفس القائمة من الايديتنج تولز، سيليكت تول شو اكسترا انفو. ايه الكلام ده؟ انا هنا لو واقف عند بالماوس عند الايفنت بتاعي مفيش اي حاجه بتحصل. طيب لو عملت سيلكت على دي، بص ايه اللي بيحصل، بيبتدي ان هو يظهر لي. يعني انا هنا مثلا اقف عند مزوره 33، او خلينا هنا في اي مزوره قدامي، انا هنا واقف في مزوره 3 الضلع الاول 1 2، بص فده هينفع في ايه؟ هينفع لو انا في ايفنت عندي مش بادئ من اول المزوره، في جزء عندي مش بادئ من اول المزوره، فانا عايز اعرف هو بادئ منين بالظبط، هيبتدي يقول لي هو موجود فين. اتمنى تكون الاعدادات اللي انا قلت لكم عليها دي تسهل عليكم شغلكم، جربوها وردوا عليها في التعليقات هل هي فعلا مفيدة ولا لا. في حلقتين موجودين على القناة عندي، تغيير الألوان وتغيير السيتنج بتاعي. قبل ما اخدم الحلقة عايز اقولك ان انت لو جيت في البريفرنسز وعايز ترجع للسيف بتاعك او للأوبشن اللي انت كنت مسيفه اهو، اقدر اعمل ده ازاي؟ بظبط الأوبشن بتاعي واجي هنا هقول له سيف، لو قلت له بنفس الاسم وقلت له اوكي هيقول لي اعمل اوفر رايت، اقول له بالظبط اعمل لي كده ابلاي
اوكي انا رجعت لي السيتنج اللي انا متعود اشتغل بيها. لو عجبتكم الحلقه ما تبخلوش على لايك وشير الفيديو مع اكبر عدد من صحابكم عشان الفايده تعم علينا جميعا. الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير.